السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا عندنا شاشات سمارت، لكن من أكثر الكلمات المفتاحية بحثا على اليوتيوب إزاي تقدر تربط الشاشة بتاعتك بالهاتف. كل ده نعرفه بالتفصيل وأكتر، لكن ما تنساش الأول تدعمني بلايك وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا. ركز كده معايا في كل كلمة أنا هقولها لك. أول حاجة بتروح عندك على التلفزيون، ومن الريموت بتختار الإعدادات بتاعتك، بعد كده بتروح عندك على السهم اللي هو الخاص بالإعدادات، هنا الإعدادات، اضغط عندك على أوكي. هنا بقى تروح تربط التلفزيون الأول بالشبكة، ونفس الشبكة اللي انت رابط عليها التلفزيون هي اللي هتربط عليها الواي فاي بتاعك. تروح عندك على عام، وبعد كده بتروح عندك على الشبكة بتاعتك، انزل تحت كده شوية، ادي الشبكة، فتح إعدادات الشبكة، ومن هنا هيظهر لك هنا اعدادات الشبكة، هيقول لك هنا لاسلكي، قول له نعم، تنتظر كده شوية لحد ما يحولك على شبكة الواي فاي بتاعتك. اتأكد ان شبكة الواي فاي هي نفس الشبكة اللي مربوطة عليها التليفون، يعني زي ما انت لاحظ كده معايا زد تي اي، هنا برضو زد تي اي، ده الشبكة اللي مربوط عليها، نفس الشبكة اللي مربوط عليها التليفون بتاعي. طيب دلوقتي انت عملت الخاصيه دي وعملت الخاصيه دي على التليفون، بتروح عندك بقى على التليفون بتاعك تنزل الاشعارات كده، وتنزل كمان مره، تمام، وبعدين تروح كده شمال بالاشعارات، هتلاقي في حاجه اسمها هنا سمارت فيو. طيب ونفترض ان ما لقيتش سمارت فيو، يعني ممكن يكون الجهاز بتاعك شويه يعني قديم حبتين، فانت لو تعرف توفر جهاز او اصدار اعلى من كده هيساعدك جدا انك تربط التلفزيون السمارت بالتليفون عادي جدا. كل عليك بس تضغط عندك على سمارت فيو زي ما انت شايف كده، وعلى طول يظهر لك هنا فوق الشاشه بتاعتك، اضغط عليها ضغطه واحده وتنزل تحت كده حبتين، وتقول له هنا ابدا الان، بيقول لك ستتمكن سمارت فيو من الوصول الى المعلومات الموجوده على شاشتك التي تم تشغيلها، قول له هنا بدء الان، تمام، وهيعمل اتصال بالشاشه بتاعتك لحد ما يظهر لك رساله زي ما هتظهر لك دلوقتي. والله ظهرت لك الرسالة كان بها، ما ظهرتش الرسالة خلاص ما شغلش دماغك. فدلوقتي كده انت دلوقتي تنزل التطبيقات والالعاب اللي انت محتاجها علشان تقدر تتفرج على اليوتيوب عادي جدا زي ما انت شايف كده. بعرف ان انا اظهر الحاجة اللي هو الشاشة عندي من التليفون على شاشة التلفزيون عادي جدا. طب ونفترض مثلا حبيت اخش عندي على اليوتيوب، عادي تفتح اليوتيوب، نزل اشعاراتك، اقلب الشاشة بتاعتك زي ما انت شايف كده، يبقى انت كده فتحت اليوتيوب اهو، لاحظ معايا انت كده فتحت اليوتيوب عندك على التلفزيون بدون بقى انك تستخدم بقى كابل ودون ما توجع دماغك خالص. يبقى احنا كده ربطنا الشاشة بتاعت التلفزيون او شاشة التليفون بشاشة التلفزيون عادي جدا بدون استخدام اي برامج. هي حاجة او خاصية متوفرة في الهواتف الجديدة، يعني ممكن نبدأ من أول هواتف الاي أو الاس، هتلاقي كل حاجة موجودة، بس شرط يكون أنت رابط الشاشة بتاعتك على نفس الشبكة اللي مربوطة عليها التليفون. كده الشرح انتهى، أتمنى يكون الشرح عجبك. وفي نهاية الفيديو لو عجبك متنساش دعمني بلايك وسبسكرايب للقناة، ومع السلامة.